يا مساء الخير على كل مشاهدين قناة الصحة وجمال، حلقة جديدة من برنامج لقاء الساعة. برحب بيكم وبرحب بضيوفي النهاردة، والنهاردة موضوع عندنا مهم جدا جدا تقريبا بيهمنا كلنا. كتير مننا بيبقى عندهم مشاكل في الحياة أو ضغوط. الضغوط دي بتأثر على بشرتنا، على شعرنا، على جلدنا. عشان كده النهاردة زي ما عودناكم كل حلقة إن احنا بنجيب ضيف متخصص يكلمنا عن كل ما يخص حياتنا، واللي بيخص حياتنا النهارده شكلنا، جلدنا، شعرنا، حاجات كده صغيره ممكن تظهر لنا في الحياه بس الحقيقه مؤرقه جدا. يعني كتير مننا بيبقى عندهم حب الشباب، ودي على فكره دلوقتي بتيجي لكل الاعمار، يعني من اول سن المراهقه لحد الكبار. كتير مننا او ستات كتير قوي بتشتكي من تساقط الشعر. تساقط الشعر دلوقتي بقى يعني بيبعتوا لنا على الصفحه ويقولوا لنا احنا نص شعرنا في الفرشه والنص التاني في الحمام وفي شعرتين بس هم اللي موجودين. فكتير جدا مننا بيشتكي من الموضوع ده، والحقيقه ما بنبقاش عارفين نتوجه فين وازاي ونخاطب مين ونعمل ايه. عشان كده النهارده جبنا لكم ضيفه عزيزه، دكتور ريهام السيد حامد، اخصائي الامراض الجلديه والتجميل والليزر. برحب بيك يا دكتور، اهلا بيك، منورانا. عامله ايه؟ ميرسي، بنورك. احنا هنستغلك النهارده جدا في ان احنا عندنا كم معلومات ممكن تكون مغلوطه كمان، وعندنا تساؤلات كتير جدا حابين نعرفها من حضرتك. لا تنوري، ربنا يخليك. بس ريهام السيد حلمي. لا لا، ان شاء الله مشاهدينا منتظرين الحلقه دي. من امبارح نوهت عنها وكتير قوي بعتوا لي اسئله وحاجات هفاجئك بيها تباعا في الهوا. بس خلينا نبدا بما ان تخصص حضرتك كمان بوتوكس وفيلر ومصطلحات بقت جديده علينا. يعني خلينا نقول المصطلحات دي لكل مثلا ستات البيوت بيسمعوا البوتوكس والفيلر حاجه بتخض شويه، بس لاننا معانا دكتور متخصصه في ده فالموضوع هتبسطه لنا جدا وهتقول لنا امتى نعمل ده وامتى ما نعملش ده وهنحتاجه امتى. بس خلينا نبدا بمشكله حب الشباب. حب الشباب يا دكتور، دلوقتي حب الشباب يعني ما فيش بيت في مصر ما فيهوش حد ما بيعانيش من حب الشباب. صحيح. والافكار ان كانت زمان ان هو بيجي لي في فتره المراهقه وعند كل الجامعه. بالزبط. لا خالص، حب الشباب ده ليه اسباب كتير وكمان ليه انواع كتير. اول حاجه عايزين نعرف هو بيظهر ازاي حب الشباب. حب الشباب بيظهر للناس اللي بشرتها دهنيه، كل واحد منا ليه طبيعه بشره. الناس اللي بشرتها دهنيه بتبقى عندها قابليه اكتر ان هي بيحصل لها حب الشباب، سواء كان استعداد وراثي، التعرض للستريس، انواع وجبات معينه، التدخين، البيئه لما بيبقى فيها عوادم وتلوث، ده بيخلي حب الشباب بيطلع اكتر. طب بيطلع ازاي؟ احنا في بشرتنا عندنا غدد دهنيه موجوده، الغدد الدهنيه دي لما بيحصل فيها التهاب بتبتدي تتملي، بيزيد افراز الدهون عند ناس معينه، ربنا بيخلقهم ان الغدد الدهنيه عندهم بتطلع دهون زياده، تبتدي البكتيريا تتكون عليها، فالدهون دي لما بتبتدي بقى بتطلع عن سطح الجلد. صحيح. تعمل لي اللي هي الرؤوس البيضاء. لما بتتفتح والماده الدهنيه دي تتعرض للهواء تبتدي الرؤوس السوداء، بعد كده بقى مرحله الحبوب. بتتفتح دي طبعا نتيجه الالتهاب الغلط اللي احنا بنتبعها، او عمليه الالتهاب المستمر في الغده الدهنيه، خلاص عماله تتملي الدهون والبكتيريا عماله تتكون عليها فبتفتح على السطح. فلما الدهون بتتعرض للسطح وبيحصل ترسيب لماده الميلانين تبتدي تظهر لي الرؤوس السوداء. بعد كده ممكن تبقى حبوب حمراء، ودي مرحله بتتقسم مايلد ومودريت وسيفير. المودريت بتبقى الحبوب فيها صديد. الصور اللي على الشاشه يا دكتور دي اخر مرحله اللي هي سيفير اكني، ده واخد في احمرار وفي رؤوس بيضاء ورؤوس سوداء وفي صديد. هنا اهملت قوي لدرجه على حسب انها وصلت طبيعتها. هي مش حكايه اهمال، هي الطبيعه. انا لو ماشيه على بروتوكول من الاول ولما حاجه بتحصل لي بروح للدكتور وماشيه على العلاج المناسب لي، كل مرحله ليها طريقه علاج. صحيح. يعني الناس اللي عندها مايلد الحبوب البسيطه ليها طريقه علاج، غير ما تبقى متوسطه، غير الحاله اللي احنا شفناها دي. المهم نلحق يعني. بالظبط كده، لان كمان في الاثار، في ناس عرضه. انا كنت لسه هسال حضرتك الاثار الجانبيه بقى لوجود حبوب على سطح البشره، غير ان هو بيأثر نفسيا بشكل كبير كل جداً. الناس للبنات وللولاد. غير كده ان هو البشره بيحصل فيها حفر، احنا ربنا خلقنا ان بشرتنا المفروض مستويه. طبعا ناس عندها عرضه اكتر ان هي بتسبب الندبات فبتحصل زي حفره، الانسجه المتليفه اللي مكان الحبايه دي بتشد الجلد لتحت فبيعمل لي حفر. الناس اللي ايديها على طول في بشرتها. صحيح. هتلعب في الحبايه هيبقى في غمقان واسمرار مكان. يعني صحيح ان احنا ما نديش جنب وشنا خالص اذا في نعالجه بيبقى ماشيين مع دكتور متخصص في بروتوكول بمشي عليه، في غسول، في علاجات معينه، مرحله ثانيه بياخدوا قراص بالبق.
غير كده ممكن بنعمل ليهم جلسات تقشير او علاج حب الشباب بالليزر. مرحله الندبات بقى ليها علاج كتير جدا. مرحله الندبات دي بتيجي امتى؟ يعني امتى يبقى عندي حبوب وتتحول ل ممكن ندبات؟ يبقى هما مع بعض. دي زي ما قلت لحضرتك دي في اجسام عندها استعداد ان هي وبيبقى ليها عامل وراثي ان هي تسبب الندبات دي. فلو سبتيها الندبه كل ما مده وظهورها في الجلد تبقى طويله علاجها بيبقى اصعب. طيب يعني ممكن ظهر حبوب على البشره التصرف الصح ايه؟ اول حاجه ان احنا لازم نكشف عند دكتور علشان يحدد لي درجه حب الشباب ايه، هيبقى غسول معين يمشي عليه، في علاجات موضعيه، هل حب الشباب ده ظاهر في صدر العيان وظهره واكتافه طبعا ده، لان كل دي هي الغده الدهنيه جنب بصيله الشعر، فالاماكن اللي هي هيبقى فيها شعر هتلاقيها هيطلع فيها حب الشباب ودي اكتر طب الاماكن. طب امتى يبقى الحبوب اللي على البشره عاديه في مراحل يعني طبيعيه في مرحله زي المراهقه او كده، وامتى تبقى محتاجه تدخل طبي؟ هو من اول مرحله يبقى في تدخل طبي لان عشان ما يحصلش الاثار. لو عندي بنتي مراهقه مثلا طلع لها كم حبايه في وشها لازم مثلا لازم تمشي مع دكتور يديها الغسول المناسب ليها. الحبايه دي بتتعالج بحاجات موضعيه بعد زي الصوره دي كده يا دكتور. دي حاجات لسه في الاول يعني دي مرحله مبدئيه من حب الشباب. فدي علاجها أنا بيبقى انه في الرقبه كمان في نوع من حب الشباب اسمه ميكانيكال اكن، هتلاقيه اكتر مع المحجبات من لفه الطرحه. المهندسين لما بيلبسوا الهوزه بتاعتهم بيطلع من اماكن الاحتكاك لان ده حاجات بتقفل الغده الدهنيه. فالدهون عماله تتجمع لجوه فهتلاقيه بيطلع كتير جدا عند المحجبات في الرقبه. اذا حب الشباب اولا اول ما تظهر على بشرتنا علامات لحبوب الشباب اي سن نتوجه للطبيب بالظبط عشان نبتدي من بدري عشان نتجنب الاثار. بالظبط الاثار لان الاثار علاجها بيبقى بالفراكشنال ليزر وبتاخد وقت جلسات اكتر. فناخد الموضوع من اوله عشان تبقى بشرتنا صافيه كده وبيبيهاتي وحلى زي ما ربنا خلقنا. بالظبط يعني وهو وارد ان اي حد ممكن تطلع له حبايه يعني وخصوصا في الستات مع الدوره الشهريه مع التغيرات صحيح. الهرمونيه الاسترس الامتحانات بتطلع بس هي الفكره انا هعالجها ازاي وازاي اعدي بيها اللي هو الفترات الطبيعيه اللي ممكن يظهر فيها وارد انا حتى الغسول او الحاجات اللي احنا البروتوكول اللي همشي عليه ده انا عشان انظم افراز الدهون بتاعي انا ما بمنعوش انا ربنا خلقني طبيعه بشرتي صحيح. كده لكن لازم الموضوع عايز تنظيم. طب الوقايه يا دكتور خلينا نتكلم عن الوقايه في الموضوع ده بالذات. اهم حاجه ان في الشمس، احنا في مصر الشمس عندنا ما شاء الله الشمس بتساعد كتير ان الحبوب تظهر فلازم نبقى ماشيين على طول بواقي شمس. ضروره الاهتمام بالبشره. واقي شمس ده ليه درجه معينه عشان تبقى المعلومه واضحه؟ احدث كاملة؟ الابحاث الاس بي اف 50 يعني اللي هو اس بي اف ده معامل الحمايه 50. بيبقى 50 بيبقى مكتوب عليه كده يا دكتور نجيبه من الصيدليه. وفي كل بشره بيبقى ليها واقي شمس خاص بيها وممكن واقي الشمس ما يناسبنيش بس يبقى مناسب لحضرتك يعني كل واحد ليه طبيعه مختلفه عن التاني. تمام. غير كده لازم على طول اهتم ببشرتي ان انا ما بغسلش وشي الصبح وبالليل وخلاص لا طبعا. لازم في كل فتره اجدد تنظيف البشره عشان الدهون ما تتراكمش عليه. بالظبط ويحصل في الاخر بالظبط كده وعلى زي ما قلنا اي حبايه بنعالجها بسرعه. صحيح. طيب يا دكتور مشكله ثانيه في موضوع الجلديه والتساقط الشعر. انا امبارح يا دكتور جات لي تساؤلات كتير قوي ومسجز على الصفحه بتاعه البرنامج بجد يعني بعتت لي قالت لي يا استاذه انا فعلا شعري في شعرتين في شعري والباقي كله في الشقه يعني مش عارفين نعمل ايه. موضوع تساقط الشعر ده يعني كتير مننا بيتعرض ليه وللاسف ما بتبقاش عارفه تعمل ايه، بيبقى بتقعد تقول انا يمكن حالتي نفسيه يمكن وراثه يمكن يمكن يمكن. فتقدري حضرتك تقولي لنا اسباب تساقط الشعر مبدئيا وبعدين ندخل في مرحله العلاج؟ انا عايزه اطمن كل الستات ان ما فيش ست في مصر ولا في العالم ما بيحصلهاش تساقط شعر. الشعر ده جزء من يعني بيتاثر بنفسيتي بيتاثر بالهرمونات بطريقه اكلي حالتي الصحيه عامله ايه فليه دوره حياه ربنا طبعا. خلقني ان الشعر ده برضو بيتجدد زي ما الجلد بتتجدد فمعدل نمو الشعرايه انا عندي من شهر ونص لثلاث شهور ففي اليوم طبيعي عند كل يعني الناس يعني يا دكتور الشعر بيقع طبعا وبيتجدد بيطلع غيره حضرتك لازم بيقع في حدود من 50 ل 150 شعريه في اليوم ده طبيعي ده يعني لما ده بس بيقع امتى هي دي الفكره بيقع وانا بسرح بيقع في وقت الشاور ده خلاص لكن طبيعي. اصحى من النوم الاقي الشعر على المخده مغرق الشقه لا هو ده اللي ببتدي اتدخل فيه. الشعر عندي في ثلاث مراحل ده في العادي في حاجه اسمها اناجين اللي هي مرحله النمو دي 90% من الشعر فيها اللي هو الشعر على طول في مرحله نمو وفي مرحله اسمها كاتاجين اللي هي بتبقى بتاخد اسابيع ومرحله اسمها تيلوجين اللي هي بيبتدي الشعر بيقع فيها على حسب انا بيحصل لي تساقط
في انهي مرحله. يعني مثلا كل حد بيختلف عن التاني. هتلاقي الحوامل دايما تقول لك انا كان شعري حلو جدا وقت الحمل بيحسن. بس اول ما ولدت شعري وقع. ليه؟ لان الحمل بيعمل حاجه ان هو بيطول لي فتره النمو الاناجين. فانت طول ما الست حامل شعرها هتلاقيه طويل وجميل. صحيح. اول ما بتولد خلاص بيروح مدخل الشعرايه من الاناجين للتلاجين اخر مرحله اللي هو حياتها الطبيعيه. اللي هو مأجلها، هو طول لك فتره النمو، فهتروح تساقط كل الشعر اللي كان المفروض يقع هيقع بعد الحمل. فبتعتقد ان شعرها بيقع يا دكتور؟ يعني دي معلومه. هو هيقع، هو بيقع، الحمل بيطول فتره النمو بس. اول ما بتولد هيحصل التلاجين، هو كده كده بالظبط كده. عندنا تساقط بقى، في هل تساقط الشعر ده وراثي ولا تساقط الشعر اللي هو اسمه التلاجين افلوفيوم. اللي هيقدر يحدد ده زي ما قلنا الدكتور. طب امتى يبقى تساقط الشعر ده هنا مرضي وامتى يعني حضرتك قلت لنا الطبيعي؟ من 50 ل 150 شعرايه بالظبط. وقت يعني التسريح بالنظر كده هيبان شويه شعر بالنظر، وقت التسريح والشاور صح كده. امتى بقى يبقى مرضي؟ لو لقيتي التساقط اكتر من كده لقيتيه في الشقه على المخده لما بتصحي، بداتي تلاقي ان في الجزء المنتصف الراس بقى في فراغات او الشعرايه رفعت، انا كده ماشيه في اتجاه تساقط الشعر الوراثي. تساقط الشعر الوراثي ده مش شرط يبقى في الرجاله بس، لا ده بيبقى في الرجاله وفي الستات، اللي هو اللي بيسموه الصلع، الصلع الوراثي اسمه اندروجينيتك الوبيشيا. هو ده بيبقى جين، والجين هيعبر عن نفسه في اي وقت على حسب استعداد كل واحد. طب يا دكتور نعمل ايه؟ اقول لحضرتك اول حاجه، اول ما تحسي ان شعرك بيقع كتير والجزء اللي فوق كمان، التساقط الشعر الوراثي بيعمل حاجه اسمها هير سيننج، ان الشعرايه بتبقى بترفع اكتر ما هي بتقع، فبتلاقي الجزء اللي في منتصف الراس بدا العينه بتيجي تقول يبقى فاضي. بينور. فانا كده ماشيه في مرحله تساقط الشعر الوراثي. لازم اتابع مع الدكتور لان في مواد معينه، البخاخات اللي محدش بيحبها لان فيها ماده المينوكسيديل. الماده دي هي الحاجه الوحيده اللي بتحول الشعر من فكرة التساقط الشعر الوراثي انه بيحول الشعر التيرمينال اللي هي السميكة لشعرية خفيفة. المينوكسيديل بيزود لي الدورة الدموية وبيقلب السايكل دي، بيخلي الشعر الرفيع يبقى تقيل تاني. لازم ده خلاص، انا عندي جين عبر عن نفسه في الوقت ده، فربنا خلقني كده. زي ما هغسل سناني واغسل وشي كل يوم، هحط البخاخ كل يوم، ومن اول يوم لازم اتابع مع الدكتور. العلاج اللي في البيت ده اهم حاجه مع الجلسه. يعني اذا عندي عامل وراثي وباين مثلا في الجده او في الجد او في الام او كده، اروح بدري. مش حكايه اروح بدري، هو اول ما بلاحظ ان شعري بدا يخف او في بدا يبقى فيه فراغات، لازم طبعا نمشي بالعلاج. كل ما بتبتدي بدري كل ما بتحافظي على البصيله. لا غير بقى تساقط الشعر العادي لاسبابه كتيره جدا، ممكن في انواع من الادويه، الناس اللي بتتعرض لستريس، لو في بعض الامراض النزيف، الحاجات دي بتخلي الشعر. احنا كلنا بنتعرض لستريس بالظبط. فعشان كده بقول لك مفيش الامهات في العالم طول النهارده صرخ في البيت بسبب الولاد، فطبعا ده لازم شعرها. بقول لحضرتك مفيش ست في مصر ولا في العالم ما بتشتكيش من تساقط الشعر. ده علاجه بيبقى اخف بكتير من تساقط الشعر الوراثي، لان تساقط الشعر الوراثي ده مدى الحياه مع الجلسات. بس بنعرف نسيطر عليه، لان بس الناس تاخد النيه وتلتزم، لا طبعا بتبقى النتائج كويسه جدا. بتبقى كويسه جدا طبعا. لكن تساقط الشعر العادي بتاعنا ده اللي هو مثلا حاله نفسيه على حسب ده، نقص فيتامينز طبعا. ما انا كنت لسه هقول لحضرتك، يعني في امراض معينه، في امراض جلديه بتسبب تساقط الشعر، غير ان في ممكن التغذيه بتاعتنا ما بقتش كويسه. الثعلبه يا دكتور، الثعلبه ده نوع من انواع تساقط الشعر، بس هو يعني ليه اكتر سبب مناعي او وعامل نفسي كمان. نفسي. يعني في كتير جدا الناس بيجي لها، مش شرط يجي في الشعر بس، ممكن يجي في الدقن، ممكن يجي في الحواجب ودرجات. ممكن ثعلبه اسمها البيشيا ارياتا، منطقه واحده بس، او البيشيا توتاليز ان هي بتاخد الراس كلها، او يونيفرساليز ان الجسم كله ما بيبقاش فيه شعر. دي حاجه كويسه؟ لا مش حاجه كويسه من ناحيه لو الجسم كله ما فيهوش شعر تبقى دي حاجه كويسه، لانها بتاثر على الحواجب والرموش. لا دي حاجه وحشه جدا. الناس اللي بياخدوا كيمو ثيرابي. طبعا. هي الثعلبه اللي بتيجي في الشعر دي بتتعالج بسهوله، ليها علاجات موضعيه وليها جلسات، بس اهم حاجه الناس تقلل الستريس، لان هي كل ما بيبقى فيه مشاكل او توتر هي ليها علاقه بالعمل. انا لاحظت كده لان في حد بعت لي على الصفحه قالت لي انا جات لي قبل كده الثعلبه كذا مره، وبتصادف اني في المرحله دي بيبقى عندي ستريس عصبي بالظبط كده، وبلاقيها ظهرت في اماكن مختلفه. لو تلحقها ازاي؟ اول ما بتطلع لازم تبتدي بالعلاج، عشان هي الغرض ايه؟ ان انا احافظ على البصيله قبل ما يحصل فيها تليف، لان لو حصل فيها تليف بيبقى العلاج صعب. فلازم نبتدي فيها من الاول. ولو عند الاطفال لازم نفرق بين الثعلبه، في انواع من انواع التانيه بيوقع الشعر، بتبقى في منطقه محدده بتبقى شبه الثعلبه، او بيبقى في حاجه عند الاطفال اسمها ترايكوتيلومانيا،
الاطفال والكبار اللي هم طول ما هي قاعده بتشد في شعرها. دي حاجه عصبيه. فهتلاقي بالظبط كده بيبقى ليها علاقه بالعامل النفسي برضو كتير. فالام لما تلاقي كده لازم تتابع مع دكتور. طبعا دكتور بقى هنا جلديه من اتجاه ودكتور الجلديه هو اللي هيشخص لك دي تراكتولومانيا ولا فطريات ولا ثعلبه. يعني موضوع كبير قوي يا دكتور. يعني بصراحه لا محتاجين دكتور جلديه في حياتنا يشخص. الفكره ان الناس دلوقتي ما بقتش بتاخد معلوماتها من الدكاتره من على النت، بتاخد اي وصفه. الحاجات دي غلط. لا تقولي بقى يا دكتور على الموضوع ده. يعني تقول لك انا خدت صاحبتي خدت العلاج ده ومشيت عليه. طيب ما هو اللي مناسب معاها غير اللي مناسب لحالتك. بالذات في حب الشباب في ادويه معينه لحب الشباب ما بتتاخدش غير بتحاليل معينه، ولازم وظايف الكبد تبقى كويسه ما يكونش في انيميا. وليها حاجه اسمها كوميليتيف دوز، يعني جرعه واحده انا همشي عليها. فتلاقي صاحبتها مشيت عليها تروح واخده قرصين استريح توقفه، وده غلط جدا. غلط جدا طبعا. فكل واحد ليه حاله معينه، ربنا خلقنا كل واحد على حده. فلازم الدكتور اللي يوجهني في الطريق الصح. احنا ممكن ناخد وصفه من حد نفعت معاه تعمل لنا اثار جانبيه تخلينا نطول مع الدكتور اكتر، او بدل ما كنا مكسلين نروح عند الدكتور. بدل ما بعالج حاجه ممكن ده يعمل لها التهاب وبقعه مثلا او تليف في الجلد فبقت المشكله اصعب. بالظبط. طب الوقايه بقى لعدم تساقط الشعر، خلينا نتكلم من كل حاجه، العلاج والعرض والوقايه كمان عشان نبقى بندي المعلومه كاملة. اول حاجه من اكتر الاسباب اللي بتسبب تساقط الشعر غير الاسترس، اضمن ان ما يكونش فيه انيميا. السيرم فيريتين الحديد في الدم ان هو يبقى كويس. فيتامين دي بيأثر تقريباً جدا. تقريبا كام الانيميا تبقى كام ما تسببش تساقط شعر؟ يعني احنا عندنا مثلا الطبيعي ما يبقاش اقل من 11، الهيموجلوبين ما يبقاش اقل من 11. الحديد في الدم، فيتامين دي طبعا، القيره اللي طالعه فيتامين دي، مع ان احنا في مصر قاعدين في الشمس لا، بس في نسبه كتيره من فيتامين دي عندنا ناقص، فلازم نعمل التحليل الاول عشان اعرف سبب تساقط الشعر ايه. في مشكله برضو في المحجبات، كويس ان حضرتك قلت لي نحافظ عليها ازاي. المحجبه طول اليوم دلوقتي كل الستات تقريبا بتشتغل، حتى اللي في الجامعات ما بقوش بيهتموا بشعرهم، او طول اليوم انا لفه الطرح حتى البندانه والطرحه وتربط الرابطه تمام وقاعده بيها طول اليوم، والبندانه ما بتتغيرش تبقى ماشيه بيها الاسبوع كله. لازم مهمه جدا نصائح يا دكتور قولي لنا. لازم البندانه اي حاجه ملامسه جلدي، علشان حتى حب الشباب اللي اتكلمنا عليه بيطلع كده. صحيح. لازم يبقى قطن. يعني انا البس تحت الطرحه الحرير او الستان لازم تبقى قطن، علشان يعني القطن الى حد ما بيخلي بيسمح للاكسجين ان هو يوصل للشعر يتنفس. خلصت شغلي لازم افك شعري في البيت يتهوى، لازم على طول باستمرار اهتم بيه، اغير تسريحه شعري. يعني النهارده تحت الطرحه شعري لورا، افرقه من النص، اغير التسريحه كل يوم. لان في ناس تبقى دايما عندها، هتلاقي عندها الشعر بيبتدي ينحل من الجناب وخلاص. صحيح. والجزء ده بيفضى، الطرحه طول اليوم قافله. لا افردي شعرك حتى لو بيهيش مش مشكله، خليه نفس حاجه صحيه. وعلى طول تهتمي بيه، حمامات الكريمات. انا طول ما انا ما عنديش اسباب مرضيه لتساقط الشعر انا حالتي عادي، لازم على طول اهتم بشعري، حمامات الكريم، اخد فيتامين زي مثلا. المشكله يا دكتور في حمامات الكريم الطبيه اللي الدكتور بيكتبها، كنت لسه هقول لحضرتك مش وصفات النت. لا ما انا كنت لسه هقول لحضرتك الوصفات موجوده كتير، والحمامات الكريم اللي هي نقول ايه يعني مختلفه، في زيوت يعني في ناس بتحط على فروه راسها توم وزيوت كتير. طب هي ريحه الشعر حتى هتبقى مش حلوه. مش حلو. تعمل الزيت وتلف الطرحه، طب انت كده بتدي فرصه للبكتيريا ان هي تتكون اكتر. طب معلومه قبل ما انسى اقولها لحضرتك، في موضوع الثعلبه ده، الناس بتجيب توم وتقعد تعمل بيه الثعلبه ده ايه؟ بصي هي المستحضرات اللي بتطلع الشعر بتعتمد ان هي يعني بتعمل يعني بالاحتكاك ان احنا هنطلع بصيله الشعر دي، بس لازم يعني منتجات طبيه. انا لما احط موضوع ان احنا نجيب فصين توم ونعمل الفكره ان هي بتعمل فص توم ان هو هيعمل التهاب هيخلي بصيله الشعر انها تطلع. طيب غير ان هو ريحه طبعا غلط، غير ان هو ريحه مش كويسه. طب انت ممكن تاثري على البصيله دي يحصل فيها تليف. ما في منتجات طبيه بديله عن كده. ولا احنا شفنا حاجات كتير جدا من الحاجات اللي بتتحط في البيت واثرها بتبقى وحشه جدا. عشان كده بننصح الناس دايما ان هم يتوجهوا للطبيب. وزي ما قلت لحضرتك، مين قال لها ان هي ممكن يبقى ثعلبه؟ لازم تكشف عند دكتور جلديه. ممكن تبقى فطريات، ممكن تبقى حاجات كتير. يعني ممكن تبقى اكتر من تشخيص اصلا. يعني هو الشكل بيبقى فراغ في دايره مثلا في الشعر، بس ممكن يبقى اكتر من حاجه زي ما قلت لحضرتك، سواء فطريات او تراكتولومانيا. البوتوكس والفيلر بيتدخل في علاج الشعر؟ لا، البوتوكس والفيلر اللي بيتقال في الشعر في البيوتي سنترز ده مش البوتوكس والفيلر بتاعنا في الجلديه. طيب قبل ما نفاجئ الناس في ان احنا ايه بنعمل ايه لايه والحاجات البيوتي سنتر والحاجات الصح اللي المفروض نتبعها، هنطلع فاصل ونرجع تاني.
لكم تاني بعد الفاصل. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن موضوعين مهمين جدا هم حب الشباب، واتكلمنا عن تساقط الشعر. وصلنا لفين بقى لعلاج الشعر يا دكتور؟ علاج الشعر زي ما قلت لحضرتك بعد ما بنشخص التشخيص الصح في ليا كذا طريقه. اول حاجه واهم حاجه ان العلاج اللي في البيت، لان انا مش هعتمد على جلسات، ما تجيليش عيانه اقول لها هتعملي جلسات هتبقي زي الفل، لا طبعا. علاج الشعر لازم يبقى زي ما قلت لحضرتك من شهر ونص لثلاث شهور. ده بيبقى بروتوكول بنمشي على حاجات معينه، سواء لو كان السبب نقص فيتامينز بناخد فيتامينز مع امبولات للشعر مع علاج معين للشعر، وبنبتدي بقى نتدخل بجلسات البلازما والميزوثيرابي والخلايا الجذعيه على حسب درجه كل حاله. التساقط الشعر الوراثي ده لازم البخاخ اللي هو فيه ماده المينوكسيديل ده لازم نمشي عليه من أول. الغلط الكبير ان العينه بتزهق تروح موقفه. فانت لو لما من اول تاني الشعر اللي طلع ده هيقع، ده فيه لازم تتابعي مع دكتور ان هو بروتوكول ان احنا هنوقف البخاخ ده ازاي، لازم بيبقى بطريقه معينه مع طبعا الجلسات. بس اهم حاجه التساقط الشعر الوراثي التشخيص بدري وان الناس ما تزهقش بالنسبه للوراثي. اما بالنسبه للمرضي مثلا اللي هو النفسي او اللي هو التلجن افليفيوم، التلجن افليفيوم ده بيروح مع ازاله السبب وكمان مع العلاج والجلسات، بس هو علاجه اخف بكتير. زي الجلسات اللي هي ميزوثيرابي وبلازما او البلازما دي بتاخد وقت يا دكتور؟ هو البلازما او بتاخد وقت في العياده اقصد يعني؟ ما انا هقول لحضرتك البلازما دي ماده طبيعيه هي من جلدنا اصلا من جسمنا، احنا بنسحب عينات دم وبتتفصل بفصله معينه في انابيب مخصصه لفصل البلازما. الفكره ايه؟ ان انا بفصل كرات الدم الحمراء عن الصفائح الدمويه. الصفائح الدمويه لما بتتكسر فيها حاجه اسمها جروس فاكتورز، الجروس فاكتورز دي ليها تارجت بتشتغل عليه. يعني لو انا حقنتها في الشعر بتشتغل على بصيله الشعر بتحفزها لي بتحسن حاله الشعريه اللي طالعه بتخليها سمكها احسن. لو اتحقنت في البشره للنضاره بتشتغل انها بتحفز لي الكولاجين بتحسن بنسبه كبيره الهالات. كمان ان هي بتتحسن في حالات الجروح والقرح، البلازما بتساعد بدرجه كبيره جدا في التئام الجروح. الميزوثيرابي ده بتبقى مجموعه فيتامينز على حسب بقى انا البصيله اللي طلعتها بالبلازما ببتدي اغذيها بالميزوثيرابي وده بيبقى بروتوكول. البلازما من 4 لـ6 جلسات هي اللي بتبقى متواصل كل شهر، وبعد كده انا بصي البشره او الشعر زي الزرع طول ما انا بهتم بيه وايدي فيه على طول هيفضل على طول كويس. مفيش حاجه ابدا اسمها من جلسه وهتبقي زي الفل، لا كلام يعني. ولا حاجه في الدنيا من جلسه، كله بروتوكول وجلسات بس. يعني انا لو الاعلانات اللي احنا بنشوفها دي يا دكتور اللي هو بداية من ازاله الشعر من جلسه مفيش حاجه اسمها كده، البلازما شعرك من جلسه واحده مفيش حاجه اسمها كده. هي الفكره ايه؟ لما بنعمل حتى جلسه للبشره الكولاجين بيتحفز من بعد 4 لـ6 شهور. يعني انا باخد الكورس 4 لـ6 جلسات هي لكل شهر، وابتدي بقى اعمل جلسه كل شهرين كل ثلاثه، يعني ببعد المده بس لازم ابتدي الكورس الاول منتظمه وبعد كده مع الحاجات اللي هاخدها دكتور. لكن الاعلانات اللي احنا بنشوفها دي اللي هو تعالي واطلعي بشرتك حاجه ثانيه دي موضوع ثاني بقى. لا مش من جلسه واحده، لازم على طول بالتبعي. بس طيب ده بالنسبه لتساقط الشعر، وقلنا البوتوكس والفيلر. ايه بقى البوتوكس؟ البوتوكس اول ما حد تسمعي كلمه بوتوكس يقول لك لا انا لسه صغيره، ده الموضوع ملوش علاقه بالسن خالص. نهائي. هو انا بستخدم البوتوكس في ايه عشان نفرق؟ ان في ناس كتير مش عارفه ايه الفرق بين البوتوكس والفيلر. التجاعيد البسيطه اللي بتطلع لي في الجبهه او جنب العين من الضحكه او ال 111 هي دي بتبقى بتحتاج البوتوكس. البوتوكس ده ودي ممكن تبقى بدري. بالظبط كده، ملهاش علاقه بالسن نهائي. في ناس ربنا خلقها عضلاتها اكتف، والامهات زي ما حضرتك قلتي العصبيين من الزعيق والنرفزه تلاقي 111 والخطوط اللي فوق طلعت، ملهاش علاقه بالسن ابدا. يعني انا ربنا خلقني ان انا اللي هي ممكن تبقى في مرحله الثلاثي في بدايه الثلاثينات وعندها ده مش من بدايه الثلاثينات من العشرينات من العشرينات كمان. هي الفكره ايه؟ انا اول ما الاقي ان هي الخطوط بقت تعبيريه، يعني لما اكشر لما ارفع حواجبي بدات تبقى موجوده، انا لازم في المرحله دي اتدخل بالبوتوكس. ليه؟ البوتوكس ده ماده بتعمل ارتخاء للعضله، بتشتغل على حاجه اسمها بتعمل انهبيشن للاستيل كولين. الاستيل كولين ده العضله عشان تنقبض لازم ليها مؤثر عصبي، يعني النيرف سبلاي. لما بتعمل له تثبيط ان بيحصل ارتخاء للعضله. انا اللي بتحكم في الجرعه اللي بديها، يعني دي كده حاله حقنت بوتوكس عشان جنب العين. الفكره بقى ان انت تحقن حاجات بسيطه عشان ما حدش يعرف ان مجرد ان انا افرد التجاعيد بس ما حدش يعرف ان انت حقن. اللي هو ما يبقاش الموضوع صدمه يعني. بالظبط، هي الناس تقول لك لا انا مش هبقى ماسك فيس، انا مش هبقى تمثال، لا خالص. على حسب الدكتور هحقنك وحدات قد ايه. الفكره ان احنا نحقن حاجات بسيطه ما حدش يعرف ان انت حقنه، وفي نفس الوقت ان انا خلاص الخطوط دي ما اتعلمش بجد، لانها لو علمت البوتوكس مش هيوديها، هيحسن. ودي الجبهة؟ يعني دي الحاله متاخره شويه، هتلاقي في الجبهه من بعد البوتوكس دي الاستاتيك رينكلز ان خلاص بقت ثابته مش تعبيريه، فالبوتوكس اللي هي حتى لو ما بتتكلمش او ما بتتحركش اوريدي في خطوط دي ستاتيك رينكلز
رينكلز الحاله دي لما اتاخرت ما حقنتش من بدري، البوتوكس هيودي كتير بس هتفضل حاجه بسيطه، هضطر اعمل لها فيلر او بالخيوط او اعمل لها بلازما فراكشنال. فكل ما ببتدي بدري كل ما بحافظ على جلدي بالظبط كده. يعني دي حاله كانت ال 111 مع الخطوط جامده جدا، وبعد الحقن ما فيش حاجه عشان برضو بدات بدري. فدايما النتيجه هايله كمان، الجلسه بتشوفي النتيجه بعد اسبوع لو بيتعمل ريتاتش لو حاجه، احنا دايما بنحقن حاجات بسيطه وبعد كده بنشوف بعد اسبوع الدنيا اخبارها ايه. البوتوكس بيقعد من 4 لـ6 شهور على حسب الناس العصبيه مش هيقعد معاها كتير. انا كنت لسه هسال حضرتك يعني رحنا وعالجنا الموضوع في جلسه مثلا او وات ايفر، في جلسه هي جلسه هو البوتوكس بتبقى جلسه بنحقنها وبشوف حضرتك بعد اسبوع وتقعدي بقى من 4 لـ6 شهور. من 4 لـ6 شهور وبعدين نجدد الجلسه تاني بالظبط كده. بنعمل جلسه كمان. في ناس اللي بيحقنوا على طول ممكن بيحقنوا مره كل 8 شهور او كل سنه، يعني عشان المعلومات المغلوطه كمان اللي بتظهر ايه، مفيش حاجه طول العمر. بالظبط كده، جلسه وانسي التجاعيد على طول فور ايفر، او انسي الخطوط وده دي. وده حاجه كويسه، افرض انت اتحقنتي مثلا ومش عاجبك مش عاجبك البوتوكس خلاص ما تحقنهوش تاني. بس هي الفكره ان هي مفيش حاجه دايما، انا لما احط في جسمي حاجه دايما وارد ان يحصل لي حساسيه من اي حاجه في الدنيا. صحيح. فما احقنش ابدا حاجه دايما. فهو البوتوكس لانه بيتكسر مع الجسم، يعني الجسم بيتخلص منه من بعد 4 لـ6 شهور، بتبقى الجلسه بتتعمل ومن 4 لـ6 شهور بقى نكررها تاني. طيب. كل ما بتبتدي بدري كل ما بتحافظي على جلدك. وامتى بندخل الفيلر بعد البوتوكس؟ الفيلر بقى حاجه، لا مش بعد البوتوكس، الفيلر دي ماده مالئه فيها الهيالورونيك اسيد بنوعين، وفي نوع اسمه كروس لينكد ونوع اسمه كروس نان كروس لينكد. اغلب الشركات دلوقتي بتدخلي النوعين مع بعض. يعني ايه؟ هو في نوع بيندمج، احنا اصلا طبيعي في بشرتنا بيبقى في جسمنا فيه الهيالورونيك اسيد. ببتدي استخدم الفيلر امتى؟ لما بتبتدي بقى يبقى في خطوط في الهالات اللي تحت العين، مش كل حالات الهالات، لو الهالات سببها التجويف اللي تحت العين هبتدي احقن فيلر فيها. الخطوط الابتسامه، في ناس كانت بتتخن وخست، لما بتخس بتبتدي الخطوط الخطوط تسقط بالظبط كده، هي دي الحاله اللي بتدخل فيها بالفيلر. فيها بالفيلر الفيلر بيقعد مده اطول بقى، بيقعد من سنه لسنه ونص. يعني انا بروح اعمل فيلر في المنطقه اللي محتاجه فيلر، يعني ملء يعني بس مش كان زمان انا عندي خط هنا بخش احقن فيه، لا لازم في حاجه دلوقتي اسمها اسسمنت، يعني الدكتور بيقيم الحال. انا اشوف الخط اللي معمول لي ده سببه ايه، ممكن الخطوط سقطت فانا ممكن احقن في حته تانية غير اللي في الخط ده، مش شرط ان الخط هنا هخش احقن فيه، لا احنا ربنا خالق بشرتنا في طبقات دهون وفي حاجه اسمها ليجامنتس اللي هي شاده لي الجلد. مع الوقت بتبتدي يحصل ارتخاء فبتبتدي تقع. انا عشان اوفر عدد حقن الفيلر انا بشوف الدكتور بقى بيشوف لك المشكله سببها ايه. هل ان الخد سقط؟ طب ما ارفع هنا بحسن الثلاث مشاكل مع بعض، فانا جدا. وفرت عليك عدد حقن اقل بكتير. ده موضوع ضمير بقى يا دكتور، غير ضمير وهو الاسسمنت، يعني هو الدكتور. يعني حضرتك قلتي دلوقتي معلومه مهمه جدا، احنا ممكن نشتغل على منطقه تعالج لنا ثلاث مناطق بالظبط كده، ثلاث مناطق طبعا. وممكن جدا الموضوع اللي هو طب تعالي لنا تاني، طب روحي وتعالي تاني، نشتغل على حاجه. هي الفكره ايه دلوقتي؟ معظم الناس بتخاف من الشكل الاوفر للبوتوكس والفيلر، هو يبقى ماسك فيس او الحقن الاوفر او كل الناس تعرف ان هي حقنه. فلما بتروحي لما تعرف ان هي حقنه يا دكتور لا 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 هو بيبقى الموضوع، يعني في ناس ما بتحبش الشكل اللي يبقى اوفر، اللي بيحقنوا شفايفهم كتير او الخدود كتير بيبقى الشكل مش حلو، يعني اي حاجه في اوفر مش ظريفه. الفكره ان انا عندي مشاكل بحسنها وفي نفس الوقت شكلي طبيعي، خصوصا المشاكل انها نتجت مش احنا موجودين بيها اوريدي. ودلوقتي ما بقاش ليها علاقه بالسن، كل الحاجات دي البنات من العشرينات وبتبتدي تحقن بيها، ملهاش علاقه خالص بال يعني امتى بالظبط نتدخل في الموضوع؟ في ناس بتبتدي الخطوط اول ما الخطوط تظهر عندك، اول ما الخطوط بالظبط اول ما الخطوط تبتدي تظهر ده البوتوكس. الجبهه في حاجه كمان البوتوكس بنستخدمها الابتسامه اللثويه، في ناس لما بتضحك بتبتدي اللثه تبان بالظبط كده، ده بنحقنه برده بوتوكس. في حاجه كويسه جدا هو فرط التعرق، في ناس ما بتعرفش تكتب من كتر ما ايديها بتعرق. بص يا دكتور انا امبارح لما نزلت البوست بتاع حضرتك ان حضرتك منورانا ومشرفانا بصراحه لقيت حد منزل بوست اصلا بالصدفه، الموضوع نفسي مدمره طبعا. صراحة ان ايده تبقى دايما مبلوله ان التعرق الزياده التعرق. في ناس ربنا خلقها برضو ان هي الغدد العرقيه عندها افرازها زياده، صحيح، سواء كانت في منطقه الابط او في الايدين وفي القدم كمان. طبعا ده بيبقى محرج كشكلا وبتمنحه من حاجات كتير ان هو ما يقدرش يكتب. اصلا يا دكتور من عند ربنا، هي زياده افراز الغدد العرقيه. ليها علاجات كتير، في حاجات موضعيه او ان احنا بنحقنها بوتوكس. البوتوكس برضو جلسه بتقعد 6 شهور، ممكن كل صيف الناس تبتدي تحقن البوتوكس في اماكن محدده بطريقه
بطريقه معينه ويقعد هنا للايد بتتحقن الجلسه، بنحط بنج مده وبنبتدي نحقن، وبعد كده ما فيش اي مشكله خالص، الدنيا بتبقى تمام ويقدر يكمل حياته والعرق مش هيظهر في هدومه وايده هيمسك الالم ويعيش حياته بسرعه. بيبقى الموضوع مؤرق جدا ليهم طبعا. وكمان البوست كان نازل اني انا محرج، ما باجي يسلم اسلم على الناس ببقى بالزبط. ايدي مبلوله كاني لسه غاسل ايدي، بالظبط، فالموضوع مسبب له مشاكل كتير حقن جدا. البوتوكس هيحسن الحاجات دي طبعا. وهل لما يحقن بوتوكس بيقعد مثلا زي ما مده قلت قد لحضرتك ايه؟ من 6 شهور. من 6 شهور ويجدد ده؟ يعني ممكن هي طب هل بتزيد الموضوع مكلف يا دكتور؟ لا بصي، اصل هقول لك حاجه، برضو البوتوكس فيه منه انواع، فعلى حسب انت هنحقن بجوده ايه عشان ما يحصلش مشاكل. صحيح. لما تحقني بمنتج كويس في مكان انت واثقه منه، انت كده بتضمني الحاجه اللي داخله جسمك. صحيح. لا ما بيبقاش مكلف. لا دلوقتي على فكره كل المستويات وكل الاعمار بتحقن بتعمل ده. انا كنت لسه ده سؤال كنت عايزه اقول لحضرتك، هل في يعني مستوى معين خالص كل المستويات. دلوقتي بصي دلوقتي بقت الايره، كل الناس بقت مهتمه يعني ست بنفسها. البيت العاديه خالص، ست الطبقه البيت العاديه المتوسطه اللي مثلا عندها مشكله سنه في عينيها، عندها بوسكي، بتنزل وتروح وتعمل ده زي ما حضرتك متاح يعني؟ قلتي في اول الحلقه، لا 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 مش بتبقى بالصوره الصعبه، مش بس زي ما بالارقام حضرتك المخيفه اللي كانت في الاول، اول ما نزل الموضوع ده كان بارقام عاليه. بصي زي ما حضرتك قلتي في الاول ان الموضوع بيبقى ليه عامل نفسي، كل ست نفسها تشوف نفسها جميله طبعا، يعني كفايه ان هي ابص في المرايه ابقى راضيه عن نفسي. يعني صحيح. في ناس تقول لك ايه، لما انت مثلا في عينه تيجي تقول لك يا دكتوره شوفي ايه اللي في وشي انا محتاجه، فتقول لها مثلا كذا وكذا وكذا، لان في حاجه كمان اسمها بيوتي بارامترز، يعني انا ربنا خلقنا في نسب بين هنا وهنا. صحيح. فلما تقولي لها مثلا الجزء ده التجاعيد، انا ما بغيرش في شكلك بس في تجاعيد مع الوقت بدات تظهر، تقول لك طب انا راضيه عن الشكل ده، خلاص انا متقبله شكلي بالمنظر ده، فقط هي الفكره قناعات. فكل الناس دلوقتي نفسها تشوف نفسها جميله. لا ومتاح فكل دلوقتي، متاح طبعًا ان هي لكل تنزل الناس وتعمل طبعا. الموضوع في اوله كمان. بس لازم نقعد مع دكتور، لازم يتاخد هيستوري من العيان، في امراض معينه، في حالات معينه ما ينفعش نحقن فيها. فعشان كده بقول لك لازم تبقي رايحه لحد واثقه فيه، نقعد نتكلم مع العيان فترة معينة، يتعمل له اسسمنت، يبقى العيان شايف الحقنة وهي بتتفتح قدامه، عارف المنتج اللي بيستخدمه ايه. دي عامل الأمان بقى. لان دلوقتي بتلاقي ناس جاية لك بمشاكل رهيبة، بيروحوا مثلا اماكن عادي، اي واحدة تحقن لصاحبتها أي غير كده، لا ممكن بيحقنوا البعض، بيجيبوا من الصيدليات مثلا زيوت او كولاجين. زيوت او كولاجين ويحقنوا، تقول لك انا هحقن الكولاجين في بشرتي، بتعمل حاجه اسمها فورين بادي جرانيلوما، يعني دي بتبقى كوارث طبعا. فالموضوع مش انها ما عندهاش الخبره تحقن فين وازاي، طب الماده وده دي اصلا هيشتغل مش على مصنعه اي منطقه للحقن، اصلا الماده مش مصنعه للحقن. كمان احنا الدكاتره بناخد، غير ان انت مثلا ماجستير او دكتوراه وبتحضري ورك شوبس، بتسافري بره، بتحضري حاجات مؤتمرات كتير عشان تبقي قادره ان انت تعرفي تعملي اسسمنت للعيان صح، وكمان تشتغلي له صح، وتبقي مراعيه ربنا مش طبعا. اي حاجه خلاص. طبعا. فعشان كده بقول لحضرتك ده بيبقى بروتوكول، حاجات هنمشي عليها في البيت وجلسات بتتعمل الاثنين مع بعض. طب جالي سؤال كمان، الزوائد الجلديه اللي بتطلع على سطح الجلد، ايه اسبابها وايه علاجها برضه؟ طيب على حسب الزوائد الجلديه، برضو في انواع من الامراض الجلديه بيبقى معاها زوائد، فدي لازم يتعمل لها فحص مع الدكتور. لو الزوائد الجلديه العاديه اللي بتطلع في الرقبه او في منطقه القبط، دي بتبقى ليها علاقه بالعامل الوراثي. في عائلات او ناس معينه بتطلع عندهم الزوائد دي كتير، طول ما هي حجمها ما زادش او ما حصلش فيها تغيرات، لا عادي ده ما فيش منها مشكله. بس ممكن تنتشر يا دكتور في بصي الجسم، هتزيد بدرجه معينه، يعني مثلا في ناس بتطلع عندهم هي صغيرين، كل ما بكبر بتزيد مع كبر الجسم. هي بتتشال، بس ان انا اضمن لك ان هي ما ترجعش تاني، ده لو انا بتكلم على الزوائد الجلديه في الحالات العاديه مش المرضيه. لو تتشال ممكن ترجع تاني، طبعا بس بنسبه قليله، لان في ناس زي ما قلت لحضرتك عندها قابليه ان هي بتتشال بالليزر يا دكتور؟ بتتشال عشان بس الناس بالليزر. بتبقى مخضوضه شويه من حكايه الكاوي بالكهرباء. بتتشال بالكاوي بالكهرباء وبالليزر، هي برضو على حسب ايد الدكتور الحالة؟ اللي بيحقنها لك، يعني بيشيلها لك بالكهرباء، ممكن تتشال وما تسيبش برضو اي علامات، بتتشال برضو. طيب الطب في مجال الحروق اللي على سطح الجلد، يعني بصي حضرتك انا يعني حط معجون سنان، حط مش عارفه ايه، اول ما يحصل انت كده حرق بتهيجي البشره. لما بيحصل حالات الحروق اول حاجه لازم يبقى تفتحي الميه الفتره خالص وتحطي الايد تحتها، الميه العاديه خالص اللي من الحنفيه، وتحطي مكان وتحطيها تحت الحرق. بعد كده اي كريم للحروق عندك تحطيه وشاشه وتربطيها لحد ما تروحي للدكتور. لكن ما نحطش بقى المهازل اللي بنسمعها دي، اصل انت معجون لما سنين بتحطي معجون سنان
الجنان ممكن يعمل تهيج او ممكن ده يبقى وسط اكتر ان يحصل بكتيريا تتلوث عليه. فالحاجات المبدئيه اللي بتعمليها، بتحطي ايدك تحت ميه فتره، اي كريم حروق عندك او كريم مضاد حيوي، شاش طبي لحد ما تروحي استقبال اي مستشفى او دكتور يتابعك. طيب الهالات السوداء، وما ادراك ما الهالات السوداء. احنا عندنا اللايف ستايل بتاعتنا شويه ما بننامش بدري قوي ونصحى بدري، والحياه الهيلث دي تقريبا اغلبنا عندنا هالات سوداء. طيب احنا لازم الاول نعرف الهالات السوداء دي سببها ايه. ليها كذا سبب. اول حاجه في نوع وراثي، ان هي في عائلات معينه عندها هالات سوداء، بيبقوا كلهم مثلا تحت مثلا عم لا بس الهالات الوراثيه هتلاقيها اكتر تحت وفوق، واخده منطقه العين كلها دي الوراثيه. بس ده لازم برضو ان انت بتسالي في حد من عيلتك عنده، او انا ببقى رجاله وستات. انا لو جايلي عينه انا مش عارفه التاريخ عيلتها، يعني مثلا هي هتقول لك وممكن ما تبقاش واخده بالها ان الموضوع وراثي عندهم في العين. تاني حاجه، في مشاكل في النظر، في مشاكل في الجيوب الانفيه، دي برضو بتقلل الدوره الدمويه ان هي توصل للعين، للعين اصلا، فده برضو لازم نسال عليه. تالت حاجه، حالات الانيميا، في انيميا. الانيميا من اكتر الاسباب اللي بتخلي يبقى فيها هالات سودا حوالين العين. رابع حاجه طبعا اللايف ستايل، الناس التدخين، السهر، ما بننامش فتره كويسه، طريقه وضع الميك اب او بتشيل الميك اب ازاي. في ناس رايحه جايه في المكان، لا هو المفروض بتبقى طبطبه كده، طبطبه في اتجاه واحد، ولما بشيل الميك اب لبره ولا لجوه؟ لا يعني بتحطيه وبتوزعي كده كده وما ترجعيش تاني. لما بشيله برده بيبقى برده في اتجاه واحد بحاجات معينه لازاله الميك اب لمنطقه العين. انما ما اجيبش مناديل وام ورايح جاي غير كده. لما بتنامي بالايلاينر او بتنامي بالكحل، في لو المنتجات سواء كان منتج كويس او مش كويس، ماده الرصاص دي بتعمل ترسبات في الجلد. تمام. اخر حاجه ان هو ممكن يكون سبب الهالات السوداء دي النوع اللي اتكلمنا عنه، هو الحفره اللي في الجلد اللي هي التير تراف. ده بيعمل برضو ان هو كان عندك حفره، بتشوفي اللون اغمق، بتعمل لو معانا صور كمان للهالات السوداء كمان. في صوره احنا كنا بعتناها اللي هي دي، بس محقونه بالفيلر. دي قبل وبعد. بس السبب يبقى ايه؟ هتلاقيها اكتر في الجزء اللي تحت، لكن لو انا عندي الهالات تحت وفوق، لا ده بيبقى بقى بروتوكول ان احنا برضو هنعرف سبب الحلقه ايه، الهالات، العلاجات اللي هنكتبها، كريمات بتحسن لي الدوره الدمويه، بتحسن، بتقلل شويه رينكلز اللي بتبقى تحت العين، الخطوط، الخطوط الرفيعه اللي تحت العين. بروتوكول حياتك انت، بتستخدمي، بتشيلي الميك اب ازاي، بتتعاملي مع جلد عينك ازاي، وفي الاخر خلاص. هنا ايه اللي حصل بقى؟ ده بالفيلر، ده كده عملتي فيلر. ده طبعا دي صوره من عندك مش صوره عينه، لان مش ما بنظهرش ابدا عين او شكل عيان في منطقه العين. بس دي حاله حقنه فيلر، فيلر في منطقه التير تراف. ده فوق كان في تجويف وتحت بالفيلر بيتحسن. ده كده بوجه عين. هنا بقى عالجنا الخطوط دي، عالجت لك وعالجنا اللون ولا الخطوط بس؟ لما زي ما قلت لحضرتك، لما بيبقى في حفره انت حضرتك بتشوفي اللون اغمق، فانت مليتي الحفره دي فشدت الجلد، فالتجاعيد فبالتالي اللون بيفتحها اصلا طبيعي. غير كده لما ماده الهيالورونيك اسيد اصلا بتدي نضور، فبتلاقي ان الدوره الدمويه زادت في المكان وفتحت، بيبقى لونها وردي اكتر. تغيير او تصبغ البشره، يعني بتلاقي دايما حتت هاله مثلا على البشره كده غامقه شويه. لو هي في مكان واحد، يعني مثلا احنا لازم زي ما قلت لحضرتك في الاول ان احنا نحط واقي الشمس. ده واقي الشمس ده شيء رئيسي، هتلاقي اكتر المحجبات عندها فرق في اللون بين هنا وهنا. لما بتحطش واقي شمس وحتى لما بتحطه وتحطه مره وما بتكرروش تاني، هو المفروض يتحط كل قد ايه؟ قبل ما تنزلي بربع ساعه نختار النوع المناسب لبشرتك، غير كده بيتكرر كل ساعتين. طول كل ساعتين كل مش ساعتين. بنحطه مره وبعدين ما تكرريهوش على نفس البشره، لا لازم تمسحي البشره تنضفيها كويس. طبعا يعني حتى لو انت في الشغل تخشي التويلت وقت اي صلاه او حاجه، تمسحي الميك اب وتزودي حتى بالسان بلوك وحطي اللي انت عايزاه بعد تاني. لما نطلع من لما نرجع من الشغل لازم ننضف بشرتنا برده كويس. على حسب برضو، في انواع برضو من الامراض الجلديه اللي بتدي لي اللون الغامق ده، فلازم برضو ده بيبقى بتقييم الدكتور ايه السبب. طالع في حته تانية في الجسم فيها التصبغات، في مشكله في الشعر والضوافر معاها، لان دي ليها كذا حاجه. بس بوجه عام ان احنا لازم نحط واقي الشمس، لازم نزوده يعني نكرره كل ساعتين، كل ساعتين مع تنظيف، وان احنا نمسح بشرتنا كويس، ولو في ممكن نحط كريمات تفتيح بقى اخر اليوم. ده لو السبب عادي مش في سبب مرضي. طب اذا حصل تصبغ واذا هي اهملت فتره من نعمل بقى كده هنبتدي نعمل جلسات بقى ليزر تقشير او بلازما. بالظبط انا عايزه حضرتك تقول لنا التقشير اللي بيحصل على البشره، يعني ده بيتم ازاي هو التقشير استخداماته كتير. هو طبعا ده وقت الشتاء، ده هو الوقت المناسب للتقشير لان الشمس قلت شويه. التقشير ده على حسب انا هستخدمه في ايه. انا زي ما قلت
حضرتك في الاول في درجات من حب الشباب والبقع بتاعتها بعالجها بالتقشير. بالتقشير اللي بيبقى فيه ماده الساليسيليك اسيد، جلايكوليك اسيد، لاكتيك اسيد، دي بتساعد كتير ان هي اسمها الفا وبيتا هيدروكسي اسيد، بتساعد كتير ان هي تعالج لي الحبوب الملتهبه وفي نفس الوقت تشيل البقع دي. مع التصبغات برضو بنعمل لها جلسات تقشير او بنتجه ان احنا نعمل تقشير بالفراكشنال ليزر. برضو الفراكشنال ليزر دي تقنيه ان انا السي او 2 كمان ان انا بعمل جروح صغير. معانا فيديو تقريبا ده كان لحاله عندها حفر وحبوب ملتهبه، بس هي مشيت على العلاج دي، مشينا شهرين لعلاج حب الشباب وبعد كده عملنا لها جلسه فراكشنال ليزر بميزوثيرابي. ده برضو بيعمل لك تقشير لطبقات الجلد وفي نفس الوقت بيحفز لك الكولاجين وبتبقي فتحتي تشانلز ان انت ممكن تحطي البلازما او الميزوثيرابي. طيب. كمان نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني. نشوف الفيديو ونرجع تاني. حلمي اخصائي الجلديه والتجميل والليزر، هكلمكم النهارده عن تقنيه الفراكشنال سي او 2 ليزر. السي او 2 ليزر هو نوع من انواع الليزر ليه طول موجي معين، بيشتغل بطريقه المايكرو امبرس ان بنعمل جروح صغيره في الجلد بتحفز الكولاجين وفي نفس الوقت في طبقات من الجلد بتبقى سليمه هي اللي بتساعد الجلد اللي حصل فيه الجروح دي ان هو يبني لي جلد جديد ويحفز الكولاجين ويطلع لي الجلد بصوره سليمه. احنا دلوقتي هنبتدي الجلسة، ما بتاخدش وقت خالص، العينة بتبقى حاطة بنج من نص ساعة لساعة الا ربع وبعدين بتشطف البنج ليزر. النهاردة هنعمل فراكشنال ليزر مع ميزو سيرابي. زي ما قلنا ان الكومباينيشن سيرابي بتبقى دايما احسن حاجة في الجلدية علشان نوصل لاحسن نتائج. دلوقتي هنحط الميزو سيرابي، بنحطه كماسك في اخر الجلسة ونعمل بيه مساج. الناس اللي ما بتستحملش الحق بنعمل لها الميزو سيرابي ماسك بعد الفراكشنال ليزر. تاني حاجة ان الهيدرونيك اسيد اصلا تقيل ففي الغالب ما بيتحلش. دي التقنية اللي حضرتك قلت لنا عليها دلوقتي ده الفراكشنال ليزر لعلاج حب الشباب، دي بتحصل في جلسة واحدة؟ لا طبعا رد قاطع طبعا لا. يعني انا عايزة العيانة دي تقول لك انا عايزة جلسة واحدة وابقى لا، هو برضو زي ما قلت لحضرتك ده بيبقى بروتوكول مش اقل من 3 ل 4 جلسات، بيبقى كل شهر. ليه؟ لان زي ما قلت لحضرتك ده انا بعتمد على تقنية المايكرو انجرس ان انا بعمل ندبات صغيرة وفي جزء من الجلد ما بيبقاش حصل له حاجة. هو ده ان انا لما بعمل الندبات دي بحفز الكولاجين والجلد السليم هو اللي هيساعد على التئام الجزء اللي حصل فيه الندبات دي. الحاله اللي ممكن تحتاج لتقنيه زي دي اي حد دي كانت حاله لاثار حب الشباب، ممكن استخدمه الناس اللي عندها المسام الواسعه. لو في تجاعيد في الاول ممكن نعمل لها فراكشنال ليزر. لو اصلا احنا في العادي المفروض نعمل جلسات تقشير سواء بالليزر او العاديه في الشتاء بالذات، يعني اللي هو للناس العاديه كمان انواع الوقايه مثلا لا يعني بصي بتدي نضاره واكيد كلنا من الشمس والارهاق هتلاقي فيه تصبغات، الجلد باهت، فبنعمل جلسه الفراكشنال دي. بس هي ليها بروتوكول ان احنا بنعمل الجلسه بس من 3 ل 4 ايام ما نتعرضش للشمس، لان على حسب انا بستخدم بارامترز ايه اللي بيحصل قشره، فالقشره لو طلعتي بيها في الشمس ممكن تزود البقع. طب يا دكتور انا جالي سؤال دلوقتي، بس حد بنته من الكنترول بنته وقعت على ازازه وخدها اتجرح هو بيطمن ان ده ممكن ترجع زي الاول؟ يعني هي دلوقتي لسه يعني وقع دلوقتي ولا ده اثار؟ عندها 8 سنين ولسه دلوقتي حالا. اول حاجه ان هو لازم الجرح يتنظف، يعني لازم لو في استقبال او دكتور جراح يروح، لان ما يكونش في قطع ازاز دخلت الجرح عشان اول حاجه ما يتلوثش، تاني حاجه لو التئم على الازاز بيعمل تليفات اللي هي الندبات. طيب لو هو عمل كل الحاجات دي وهو خايف يسيب اثر على الجلد بيبقى فيه على حسب عمق الجرح اللي حصل ايه، وان شاء الله يعني ما يسيبش اثر. ولو يعني في كريمات بتتحط على طول، يعني اول ما الجرح يلتئم بس اول ما الجرح بيلتئم خالص بنحط كريمات معينه او جلسه ليزر بنوع ليزر اسمه بلس داي بتتعمل بعد الجرح، ان شاء الله ما بيسيبش اثر باذن الله. طيب احنا اتكلمنا عن الكبار، ندي بقى شويه للصغيرين. بشره الاطفال الصغيرين يعني بيبقوا عايزين دايما يحسوا ان هم عاملين اللي عليهم، الرعايه او العنايه ببشره الطفل بتبقى ليها يعني كتير قوي
يعني ايه حمو النيل يا دكتور؟ كتير قوي امهات بتسال السؤال ده. الحمو النيل ده بيطلع اكتر في الصيف، لان الغدد العرقيه لما بتتقفل بتتجمع تحت الجلد وبيطلع لي شكل حمو النيل. فاول ما بيحصل لازم اصلا الطفل يبقى قاعد في مكان هاوي، يعني مكان يبقى فيه تكييف، مش شرط كل الناس عندها تكييفات، بس على الاقل ما يبقاش قدام الحراره كتير. لازم الام تغير له هدومه باستمرار، النظافه اهم حاجه. هدومه كلها تبقى قطن، ونستخدم اللوشنز المرطبه، وهي هتروح مع الوقت لو احنا لابسين اقطان او يعني في الجو اللي حوالينا. البوليستر ممنوع تماما طبعاً. في يعني تلاقي اطفال مامتهم بتلبسهم ستانات في الحر او البيزون، المواد دي بتقفل اصلا الغدد العرقيه طبعاً. وبتخلي الالتهاب ده يحصل. اكتر حاجه برضو بتحصل للاطفال كتير كتير جدا اللي هو التهابات في منطقه الحفاضه. صحيح. كويس ان حضرتك فتحتي الموضوع ده. بتلاقي الامهات في تسابق على كريم الكيناكوم، اكبر غلط في الدنيا. يعني اولا نوع الكورتيزون اللي في الكريم ده مش مناسب ابدا لبشره الاطفال، يعني مش مناسب للاطفال ولا حتى الكبار. بتلاقيهم بيحطوا كورتيزون تقيل كده على وشهم. يا دكتور ده الدواء اللي حضرتك قلتيه ده الدواء التاريخي المنذ الاف السنين، يعني زي معايش فرعنا. صحيح. لا، اكبر غلط، لان هو مش مناسب للوش، نوعه مش مناسب للوش، ولا جلد الاطفال بيبقى حساس اكتر بكتير من الكبار، والمنطقه دي كمان من الاحتكاك بيحصل فيها التهابات. وتحطي كريم غلط فبيزود الالتهاب وممكن يعمل ضمور في الجلد. طب ايه التصرف الصحيح؟ التصرف ان وارد جدا ان الطفل يبقى عنده حساسيه من ماده الحفاضه اللي الام بتلبسها له. فلازم لو حصل كده الام تغير نوع الحفاضه. لازم التنشيف، ما تسيبش طول اليوم الطفل بالحفاضه، يعني لازم حتى فترات من اليوم الطفل يبقى لهويه شويه يا جماعه، لهوي البيبي شويه وبقطن، ونحط كريمات من قبل ما يحصل الالتهاب على طول. نهتم ان احنا نحط مرطبات. اول ما بس مش كيناكوم، يعني مش كيناكوم ابدا للطفل، مرطبات اللي هي مخصوص للاطفال. غير كده ان في حالات مرضيه بتطلع للاطفال، وممكن من بعد الولاده في نوع من الاكزيما اسمه الاكزيما الدهنيه، بعض الحالات الصدفيه بعد الشر، وفي امراض جلديه بتطلع للاطفال في المنطقه دي. فالام ما بتبقاش عارفه ان ده التهاب عادي من حساسيه تلامسيه من الحفاضه ولا ايه بالظبط، وتقعد تحط كريم الكيناكوم وتلاقي الدنيا بتزيد. غلط جدا. اول ما بتلاقي حاجه زي دي برده لازم نرجع للدكتور، هو اللي هيوجهها وهيشخصها. وتغير نوع الحفاظ، يعني لو هو السبب الحساسيه التلامسيه من نوع. طبعا. او ممكن تسنين، مرحله التسنين كمان بتعمل احيانا شويه حساسيه، ولا دي معلومه غلط؟ ممكن تعمل حساسيه في سنين وتعمل حساسيه تحت في الحفاضه. انا هقول لك اهو، الامهات دايما ايه اللي هو عنده التهابات في المنطقه دي، بيقول اصل هو بيسنن. اي حاجه. اي حاجه. اي حاجه. لا، مش شرط خالص. هي اكتر سبب ليها ان هي الحساسيه التلامسيه من الحفاضه، واستخدام الكريمات غلط، وان الام عشان بتشتغل وقاعده فتره طويله بره البيت، والطفل حرام بيبقى قاعد بالحفاضه طول اليوم. فلا، لازم تغير له على مدار اليوم، ويبقى فتره كده يتهوى يلبس فيها اقطان. طيب اخر سؤال يا دكتور، المناطق الحساسه اللي الناس دايما تحاول التفتيح، وان هم عايزين دايما عندهم هاجس ان هم يفتحوا المناطق دي، ايه الصح وايه الغلط فيها؟ اول حاجه، المناطق الحساسه دي مناطق مقفوله. فلازم اكون انا اهتم بيها اكتر من الوش، لان مكان مقفول وفي رطوبه هتجمع بكتيريا وفطريات، فهيحصل التهاب فهتغمق الدنيا اكتر. بالنسبه للستات، على حسب طريقه وسيله ازاله الشعر في المكان ده ايه، في وسائل غلط بتخلي الالتهاب يزيد والبكتيريا، فيحصل التهاب احمرار غمقان وما بتبقاش عارفه السبب ايه. طريقه اللبس، بنلبس البوليستر، الحاجات المقفوله. لا طبعا، انا عندي كميه تليفونات كتيره جدا بصراحه. فهو البروتوكول الاول اللي نمشي عليه، لازم نهتم بنظافه المكان، نلبس اقطان. طبعا طرق ازاله الشعر دلوقتي بالليزر امن واحسن كتير، وبيقلل كتير الغمقان ده. الوقت خدنا يا دكتور، والموضوع كبير جدا وتفاصيل كتير، وفي على الويتنج ليست تليفونات كتير ما لحقناش ناخدها. اوعدينا بحلقه ثانيه نتكلم في الموضوع باستفاضه، وناخد المداخلات كمان. ناس كتير كانت عايزه تتكلم، بس ما كنتش عايزه اقاطع حضرتك في ان انت تشرحي لنا حاجات مهمه. ميرسي يا دكتور ريهام، شرفتينا ونورتينا، وميرسي جدا جدا على المعلومات المهمه. انا شخصيا استفدت. بشكركم مشاهدينا على المتابعه، نشوفكم في حلقه جايه من برنامج لقاء الساعه. تصبحوا على خير.